سليم زلاب ده لبراميرا ناس سكوندا كمان تاليفو. اهلا بكم كل طلابي في اولى ثانوي. النهارده هناخد فيديو جديد من فيديوهاتنا، هنشرح فيه فيرب اتر وفيرب افوار، اهم فعلين عندنا. وكمان في اخر الفيديو هناخد اهم موضوعات المتعلقه بالدرس الاول بتاعنا. يلا نبدا بفيرب اتر. فيرب اتر هنا يا ولاد معناه يكون. فعل ده يا ولاد فعل مهم جدا، بنسميه في الفرنساوي فعل الكينونة، ان انا بعبر بيه عن حاجات مهمة خالص. لما اقول كده جيم تيم إيل ال، هنا جو سوي انا اكون، تي أنت تكون، إيلي هو يكون. طبعا احنا هنا عرفنا ان الفعل مع الإيل والإن مع الهو والهي بيتصرف هو هو يا أولاد في المذكر زي المؤنث. هنا جي يعني أنا، جي أنت، إيل هو، إل هي. طيب ناخد باقي الضمائر. نو و إلى ال، نحن نكون يعني نصم، بوزات أنتم تكونوا، إلصم هم يكونوا، وطبعا المؤنث زيهم. تاني يلا مع بعض، جو سوي أنا أكون، تي طبعا هنا الـ AS اتنطقت A، إيلي الـ AS T، محدش يقول إيست، لا غلط، مقطع على بعضيه بيتنطق A. إيلي هي تكون، نوسوم نوسوم نحن نكون، فوزات فوزات أنتم تكونوا، إلسوم 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 هم يكونوا. طب لو خدنا هنا اكزامبل على فعل بتاعنا بيجي لنا ازاي في الامتحان، بيجي لنا على هيئه اختيار ازاي. لما اقول لنا كده مثال سي ميزيلاب دي ما كلاس، وديني هنا اختيارات سون ولا سوي ولا سون. هنا بيقول لنا سي ميزيليب انهم تلاميذي في الفصل هم، يبقى سي سون. وخدناها قبل كده تعبير على بعضيه، سي سون لما بحب اعرف مجموعه سيسو ديزيليف سيسو ميكو با انهم اصدقائي وهكذا. ناخد مثال تاني على فيربات، لما نقول كده جي ايجيبسيا، عايز اقول هنا انا اكون مصري، جي مثلا ايه، طبعا هنا ابقى حافظ بقى تصريف فيرب اتر مع كل الضمائر، طبعا جيسوي انا اكون مصري. هناخد بعد كده الفعل اللي بعده، طبعا هنا فيرب افوار. افوار هنا معناه ايه يا اولاد؟ معناه يملك او عنده، هنصرفه مع الضمائر بتاعتنا مع جي تي ايل وال، طبعا خلاص عرفنا ان هما زي بعض. نو هو إيل للجامعة وقال للجامعة، يبقى هنقول هنا طبعا الجي هتتشال الإيل منها وتبقى بصرف، يبقى جي تيا إيلا نوزافو بوزافي إيلا تان. جي طبعا هنا جي لو فعل عادي كانت بيت الايه زي ما هي، لكن احنا
عشان هنا الفعل بتاعنا مبدوء بحرف متحرك، فتشالت وحطينا مكانها أبصرة. يبقى أنا هنا جي جي على بعضيها جي، أنا عندي تيا تيا، أنت عندك إلى إلى، هو عنده أو هي عندها نوزافو نوزافو. هنا في إدغام بيخليني أنطلس زد، فبنقول نوزافو نحن عندنا، فوزافي فوزافي أنتم عندكم، إيلو إيلو هم عندهم. طبعا احنا هنا بنعيد الكلمة أكثر من مرة لأن احنا هنا سنة أولى عايزين نبدأ نحفظ ونحفظ يعني إيه بالطريقة الصحيحة عشان نستريح بعد كده في سنة تانية وسنة تالتة. لو خدنا هنا example على verb afford، example أمثلة، رقم واحد ما قلت لك كده ال دي سويت أ، وحدك اختيارات أ ولا أو ولا أفو، اللي حافظ verb afford هيجاوب بكل سهولة. هم عندهم 18 سنة. طيب رقم اثنين، هنا رامي ايه سهى، مالهم بقى سيزا، عايزين نقول ان هم عندهم 16 سنة. اهو افي ولا اون؟ طيب مين اللي هيحدد لي هختار ايه؟ فاعل الجملة، فاعل الجملة هنا رامي وسهى يعني جامعة، يبقى هم عندهم إلون سيزون. بعد كده نمرو تروا رقم ثلاثة، إيل أن ليبرو، الليبر تعلمناها معناها ايه؟ كتاب طبعا. اس ولا ا ولا اي، عايزين نقول هو عنده كتاب، يبقى ايه؟ سريفر بافور طبعا الى، هو عنده كتاب. طبعا هنا لازم بالذات في سنة اولى احفظ الاساسيات دي عشان تساعدني، ولو مش صعبة لو انا حفظتها هجاوب بكل سهولة خالص. دلوقتي هنبدأ ناخد الموضوعات المهمة في الدرس الأول عشان برضو نذكرها كويس ونبقى عارفينها. في الموضوع الأول وهو أهم موضوع في الوحدة بتاعتنا، بيقول لنا كده present to a تزامي، هنا بيقول لنا قدم نفسك إلى أصدقائك، بيجيب لنا كلمات نستعين بيها زي نوم وآج ومثلا أدرس. يعني هنا بيقول لك قدم نفسك إلى أصدقائك مستخدما هنا نوم، تحدث عن اسم وعن آج العمر وأدرس العنوان. هنا حنجاوب حنقول جي موبيل ألي جي سيزان، أنا عندي 16 سنة. جي سوي إليف، أنا أكون تلميذ. هنا طبعا بنستخدم كلمات الوحدة اللي احنا درسناها. ممكن أقول برضو جيم، أنا أحب مون ليسي مدرستي. جيم لي روج، بحب اللون الأحمر. ممكن يقول برضو جيم لا ميزيك، أنا بحب الموسيقى. هنا عرفنا نفسنا باسمنا
Je m'appelle Ali, أنا اسمي علي. Je suis 16 عندي 16 سنة. Je suis élève, أنا أكون تلميذ. J'aime mon lycée, أحب مدرستي. J'aime le rouge, بحب اللون الأحمر. J'aime la musique, وكمان بحب الموسيقى. الموضوع الثاني ممكن هنا بدل ما يقول لنا قدم نفسك يقول لنا قدم زميلك. هنا رأس السؤال بيقول لنا present ton ami. تامر. ونستخدم فعل سابلي اللي هو معناه يسمى او يدعى، وكمان كلمة اللي هي سنوات. طيب هنا بيقول لي قدم تونومي، هنا مؤنث. خلي بالي لما اجي اتكلم بتكلم باسم مؤنث، بنقول كده سي مونامي انها صديقتي. عايز فيرب سابلي عادي خالص، بقول له ال سابل هي اسمها منى. إلى عندها 16 سنة، استخدمت كلمة بعد كده بجيب بقى كلام من عندي عشان أكمل بيه الموضوع. بقول مثلا إلي فيرب إترها، إلي سبا هي تكون لطيفة، الام تكلم عن الحاجات اللي بتحبها، الام مثلا الانواق اللون الاسود، النمبا لا تحب مثلا لبلي الازرق. موضوعات سهلة جدا ما نخافش منها خالص. هنا بتكلم قال لي مثلا اتكلم عن زميلك، هنا بغير الضمير جيم بخليه ال او المذكر او مؤنث واكتب نفس الكلام، فالموضوع سهل خالص. ناخد تاني موضوع من الموضوعات المهمة برضو، ممكن يقول لنا رقم ثلاثة، يقول لنا هنا present مثلا تروى دي تيكوبا. قدم ثلاثة من أصدقائك اكري واكتب هنا إن فراس جملة. سير شاك كوبا يعني بيقول لنا قدم ثلاثة من أصدقائك، ممكن احنا نخليهم أربعة، واكتب لي جملة عن كل صديق من أصدقائك، واستخدم يقول لي كده مثلا فيرب أفر وفيرب أكر. طيب موضوع سهل خالص، هنكتب يعني ايه؟ نقدم بقى أصدقائنا زي ما احنا تعودنا وتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت. موضوع سهل، سي أحمد هنا أنكوبا دي بي سي، بقول له أحمد ده صديقة في المدرسة. طيب عاوز صديق تاني سي آدل أنكوبا دي تنس، صديقي في التنس. سيرامي أنكوبا دي كلاس، صديقي في الفصل. ممكن أقول له سي سامي مثلا أنكوبا دي باسكت. مثال تاني استخدم فيه فيرب أفوار، ممكن نقول مثلا سي علي، إنه علي
مثلا إلى كنزة، هو عنده 15 سنة. كده أخدنا أهم موضوعات بتاعت الوحدة بتاعتنا، نذاكرها كويس مش هنحتاج حاجة تاني معاها. أتمنى أن تكونوا استفدتوا من الفيديو. إن شاء الله في المرات اللي جاية هننزل شرح لبتاع برافو، فاعملوا اشتراك في القناة واعملوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. أوروفار.